السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. تخرج الدفعة الرابعة من تدريبي الأمن العام والشرطة بساحل حضرموت ضمن برنامج التأهيل تنفذه دولة الإمارات. محافظ حضرموت يكرم الكوادر المتقاعدة لقطاع التعليم الفني ويؤكد الاتجاه صوب دعم قطاع التعليم الفني. السلطة المحلية بالوادي والصحراء تتفقد الأوضاع الخدمية والأمنية وسير مشاريع التنمية في مديرية سأل. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. شهد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني حفل تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي الأمن العام والشرطة بساحل حضرموت ضمن برنامج تأهيل منظومة الأمن والشرطة التي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. ونقل محافظ حضرموت خلال حفل التخرج بميدان الفيصل بمعسكر الربوة بالمكلا تحياتي وتهاني رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، وتمنياتي للخريجين بالتوفيق والنجاح والقيام بمهامهم في حفظ الأمن ونشر الطمأنينة في كافة مناطق حضرموت، لافتا إلى أن هذا البرنامج التأهيلي والتدريبي الذي مولته دولة الإمارات العربية المتحدة قد حقق نجاحات كبيرة منذ بداية تدشينه حتى اليوم بسبب الدعم اللامحدود والإمكانيات التي وفرتها الإمارات لقطاع الأمن من معدات ومركبات وأجهزة اتصالات وأسلحة وترميم للمقرات الأمنية في كافة مديريات ساحل حضرموت. وأوضح المحافظ البحسني بأن هذه الدفعة الجديدة سينتشر أفرادها في مديريات قيل بنيامين وحجر والضليعة ودوعا ويبعث ضمن خطة توسيع الانتشار الأمني في مديريات الهضبة والمديريات الغربية لحضرموت. وجرى خلال الحفل تقديم عرض عسكري للخريجين وتكريم الأوائل والمميزين في الدفعة. كرم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الكوادر المتقاعدة في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت. وفي الحفل الخطابي الذي أقامه مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، حيّ المحافظ جهود المتقاعدين الذين أحيلوا للتقاعد بعد سنوات طويلة من العطاء والعمل والجهد وإسهام في تأسيس وتطوير قطاع التعليم الفني وتخريج الدفعات المتعاقبة التي تبوأت مراكز قيادية في المحافظة. وأعلن المحافظ أن العام الجاري سيشهد اهتماما كبيرا ببرامج وخطط وأنشطة قطاع التعليم الفني. بدوره أشار مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني الدكتور عبد الباقي الحوثري إلى أن المكتب حرص على تنظيم هذه الفعالية الوفائية للمتقاعدين تقديرا وعرفانا بجهودهم، فيما أعرب المهندس محمد بوعسكر المدير العام الأسبق لمكتب التعليم الفني في كلمته نيابة عن المحتفي بهم عن تقديرهم للمحافظ والمكتب لهذه اللفتة الوفائية. وتخللت الحفل فقرات ترحيبية وربورتاج نشاط المكتب ومعاهده المهنية والتقنية وأبرية حضرموت تفخر بالتعليم الفني وفقرات تعبيرية ومسرحية. وضعت السلطة المحلية بمديرية الوادي والصحراء حجر الأساس لمبنيي إدارتي مصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية الممول من قبل السلطة المحلية بالمحافظة. واستمعت السلطة المحلية ومعها قائد المنطقة العسكرية الأولى ومدير عام الأمن بالوادي والصحراء وممثل قيادة التحالف في وادي حضرموت من المهندس المشرف على المشروع إلى شرح عن مكونات المشروع الذي يتسع لكافة الإدارات والأقسام التابعة لفرعي المصلحتين، وسيتم إنشاؤه بطراز معماري محلي يتلائم مع بيئة المنطقة. وأشارت السلطة المحلية أن وضع حجر الأساس لهذا المشروع يأتي انطلاقا من حرصها على تعزيز أوضاع هاتين الإدارتين بعد أن ظلت خدماتهما مستمرة للمواطنين دون انقطاع، متمنيا أن يستوعب المبنيين التوسع لتشهده الإدارتين. تفقدت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت الأوضاع الخدمية والأمنية لمديرية ساه في زيارة ميدانية قامت بها للمديرية.
واطلعت السلطة المحلية في زيارتها على سير العمل في مشروع طريق رسبسة مستمعة بمدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق الدكتور علوي بن يحيى ومقاول المشروع إلى الأعمال المنجزة والمتبقية والعراقيل التي تواجه المقاول في تنفيذ مكونات المشروع التي تمتد فترة تنفيذه لعامين. كما وجهت السلطة المحلية بعمل ترميم عاجل لمبنى إدارة أمن مديرية سا خلال الأيام القادمة. وفي زيارتها اعتمدت السلطة المحلية مشروع بناء مبنى المجلس المحلي بالمديرية موجهة بسرعة إكمال الدراسات لإنزاله بمناقصة خلال الشهر الجاري. وقالت السلطة المحلية بالوادي أن زيارتها لمديرية سا تأتي في إطار الاهتمام المتواصل بالمديرية والاطلاع على أوضاعها وكذا مراقبة سير مشاريع التنمية والاستماع من أبناء المديرية إلى أوضاعهم وإبراز مطالبهم التنموية العامة. افتتحت السلطة المحلية بمديرية وادي وصحراء حضرموت القرية التراثية بمنطقة سكدان بمديرية سا، وتحتوي القرية على مجموعة من القطع الأثرية والموروثات القديمة وتشكيلات من أساليب العيش في الفترة القديمة وصور قديمة لعالم المناطق والقطع الأثرية بحضرموت. وأشارت السلطة المحلية بالجهود المجتمعية والتراثية التي يقوم بها الشيخ عبد الله بن قعفان الجابري مؤسس القرية التراثية في جمع القطع الأثرية القديمة وعرضها بطريقة تعكس عادات وتقاليد أبناء حضرموت في الحقب الماضية، مشيرة أنها على استعداد لتوسيعة نشاط القرية بالتعاون مع مكتب الثقافة والسياحة والآثار، موجهة السلطة المحلية بمديرية سا التعاون مع القرية والتنسيق مع المجتمع المحلي لزيادة أعداد الزوار. في إطار النزولات الميدانية لمتابعة سير العملية التربوية والتعليمية، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون سيد الدراسة بمدرسة غير الحالكة بمديرية قيل بوزير. وخلال جولة تفقدية بعدد من الصفوف الدراسية أكد الوكيل عبدون على حرص قيادة المكتب في المتابعة المستمرة لسير العملية التربوية والتعليمية في مثل هذه المناطق النائية للوصول إلى حقيقة الأداء التربوي والتعليمي للإدارات المدرسية والمعلمين، محفزا التلاميذ بضرورة التميز في التحصيل العلمي لتحقيق نتائج مشرفة. كما وجه خلال لقائه بالإدارة المدرسية بضرورة المتابعة الفنية والإشراف الدائم لأداء المعلمين في قاعة الدرس والتوجيه بأهمية تطوير أدائهم اليومي. وعلى صعيد متصل عبر عدد من الأهالي والشخصيات الاجتماعية ومنتسبو القطاع التربوي والتعليمي بمديرية يبعث عن شكرهم لمحافظ حضرموت لاعتماده حزمة من المشاريع التربوية والتعليمية التي جاءت في إطار خطة قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، إضافة إلى معالجة جملة من القضايا التي تهم الحقل التربوي والتعليمي بالمديرية. جاء ذلك خلال جولة التفقدية قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ جمال عبدون للإطلاع على سير الدراسة في عدد من مدارس المديرية ولقائه بالإدارات المدرسية والمعلمين. جرى برئاسة جامعة حضرموت التوقيع على مذكرة تفاهم مشترك بين جامعتي حضرموت وسيئون، وقعها رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش ورئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري. وتتضمن المذكرة التفاهم بين الجامعتين لاستمرار الأنشطة العلمية والثقافية التي كانت مستمرة قبل فصل جامعة سيئون عن حضرموت. وأكد رئيس جامعة حضرموت بأن جامعة حضرموت هي الأم لجامعة سيئون، وأن المذكرة ستعمل على استمرار كل الفعاليات المختلفة خلال الفترة القادمة بين الجامعتين. من جانبه أشار رئيس جامعة سيئون إلى أن هذه تعتبر المذكرة الأولى التي وقعتها جامعة سيئون مع حضرموت لامتلاكها جذورا ممتدة من جامعة حضرموت، مؤكدا بأن جامعة سيئون هي جامعة حضرموت الثانية، وأن هذه المذكرة عبارة عن عمل مؤسسي في الإطار الرسمي ليخدم أبناء المحافظة، وتأتي هذه الشراكة لتعزيز العلاقة والتشبك بين الجامعتين لامتداد الأنشطة العلمية والثقافية والأكاديمية والطلابية التي عقدت بكليات وادي وصحراء حضرموت قبل صدور قرار إنشاء جامعة سيئون. استكملت لجنة صرف مرتبات أفراد المنطقة العسكرية الثانية بمدينة المكلا عملها وحلت العديد من مشاكل الازدواج،
وأوضح رئيس لجنة صرف المرتبات الرائد حسن العيدروس بأن عملية صرف المرتبات سارت بشكل سلس ومنظم، كما تم حل العديد من المشكلات لتعيق تنظيم العمل في السابق. وأكد العيدروس أن اللجان عكفت خلال الأشهر الماضية على عمل تصحيح أوضاع منتسبي المنطقة العسكرية الثانية وترتيب عملية الصرف والحد من المشكلات تواجه عملية الصرف. وعملت اللجنة خلال الفترة الماضية كإدارة مالية تختص لحل مشكلات المجندين، وعدت برنامج عمل متكامل لجميع ألوية المنطقة ووحداتها العسكرية لتنظيم عملية صرف المرتبات وتحسين مستوى الأداء بإنشاء قاعدة بيانات للمنطقة الثانية وتصحيح أسماء 2000 مجند ومعالجة أوضاع 600 أسقطت أسماؤهم. تمكن منتسبو إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت بالتعاون مع أفراد نقطة اللصب القبض على عصابة لتهريب الحشيش المخدر قادمة من وادي حضرموت. وجاءت العملية عقب تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات عن العصابة القادمة من وادي حضرموت وبحوزتها كمية من مادة الحشيش المخدر لتهريبها للمكلا، حيث تم التنسيق من قبل مكافحة المخدرات بحضرموت مع قيادة محور الريان، وتم إلقاء القبض على شخصان بحوزتهم 3000 جرام من مادة الحشيش المخدر. هذا وتوجه المقدم عبدالله الأحمدي مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت بالشكر لقيادة وأفراد نقطة اللصب لتعاونهم مع إدارة مكافحة المخدرات لإنجاح العملية، مؤكدا على ضرورة مساندة كافة الجهات الأمنية والعسكرية وتكافؤها للحد من هذه الآفة. شهد صباح الخميس أرصفة ميناء المكلا نشاطا تجاريا في حركة الحاويات المفرقة والمشحونة، حيث أفرقت في رصيف رقم 1 باخرة الحاويات سام بريدي 178 حاوية، وقادت مساء اليوم بعد استكمال شحن 103 حاوية. وفي رصيف الحاويات رقم 2 تفرق باخرة الحاويات كلمنتينا عدد 241 حاوية. بحث مدير عام مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد القحوم مع رئيس جمعية فناني حضرموت الأستاذ محمد أنور عبد العزيز الجهود والأفكار الأولية لوضع اللمسات التمهيدية لتنظيم وإقامة مهرجان الأغنية الحضرمية الدولي لعام 2020. وجرى في اللقاء مناقشة التصور الأولي للمهرجان لتضمن الأهداف بجوانبها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومصادر التمويل المقترحة، بالإضافة إلى التسمية الأولية لأعضاء اللجنة الرئيسية للمهرجان التي سيتم رفعها إلى محافظ حضرموت بهدف إصدار القرار اللازم بذلك. كما أكد اللقاء على أهمية التنظيم الجيد للمهرجان واستثماره الاستثمار الأمثل في الجوانب التي حددها التصور الأولي. دشن اليوم بمديرية الشحر مشروع توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع ائتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع 3600 سلة غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة وعمال النظافة والمتضررين من أعصار لبان في مديرية الشحر والديس الشرقية والريدة الشرقية. وأعرب المدير العام لمديرية الشحر المهندس أمين بارزيق عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية والمملكة العربية السعودية لدعمه المتواصل لهذه الشريحة من المجتمع، مؤكدا أن هذه السلة الغذائية أتت المستفيدين منها من ذوي الاحتياجات الخاصة وعمال النظافة والمتضررين من أعصار لبنان في أشد الاحتياج إليها. في ذلك السياق أكد الأستاذ ماهر بوزير مدير عام مديرية الديس الشرقية بأن المديرية لم تحظى بشيء من هذه المساعدات أو الدعم غير ما قدمه مركز الملك سلمان من مساعدات وإغاثة، داعي المنظمات الإنسانية ومراكز الملك سلمان لمواصلة دعم هذه الشريحة من المجتمع. نظمت جامعة حضرموت بقاعة الأديب علي باكثير برئاسة الجامعة حفلا تكريميا لمنتخب الجامعة بطل دوري الجامعات بالمكلا ومشاركة المنتخب في البطولة العربية الجامعية لكرة القدم المقامة بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خمبش إلى أن الجامعة ربطت الأنشطة الطلابية بالدراسة الجامعية وتميزت عن غيرها من الجامعات اليمنية بإقامة عدد من الفعاليات، مضيفا بأن طلاب جامعة حضرموت حققوا نجاحات كثيرة محليا وخارجيا،
وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الأستاذ الدكتور سالم العوبثاني أنه سيتم إطلاق دور الجامعات ودور الكليات باعتباره تقليدا جامعيا سنوي لإبراز مواهب وإبداعات الطلاب، موضحا وجود فعاليات أخرى في بقية الألعاب الرياضية ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي. وعرض في الحفل روبورتاج مشاركة منتخب جامعة حضرموت في البطولة العربية الجامعية لكرة القدم. هذا واختتم الحفل بتكريم بعثة طلاب منتخب جامعة حضرموت والجهات المساهمة في إنجاح الفعاليات الرياضية، وكذا الطالبات المشاركات بالدورة التدريبية وتسليم المشهادات التقديرية والجوائز المالية. أصدر المفوض العام لجمعية الكشاف والمرشدات اليمنية القائد الدولي مشعل سيف الدراعي القرار الأول للعام الجاري بإعادة تشكيل مفوضية كشافة ساحل حضرموت. وقضى القرار بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجمعية والبيان الختامي للمؤتمر العام الكشفي الأول وعلى اجتماع مفوضية ساحل حضرموت أواخر العام المنصرم بإعادة تشكيل مفوضية كشافة حضرموت الساحل على أن تشكل لجنة من 9 أفراد ويفوض الكشفي صبري صالح العسل لكشافة الساحل. وجاء قرار المفوض العام للكشافة اليمنية بإعادة تشكيل قوام مجلس إدارة مفوضية كشافة حضرموت الساحل بعد وفاة المفوض السابق القائد الكشفي الدولي المغفور له بإذن الله حسن القرزي. آمين في القيادة الجديدة برئاسة القائد صبري العسل النائب الأسبق للفقيد القرزي التوفيق والنجاح في مهامه. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. تخرج الدفعة الرابعة من تزويد الأمن العام والشرطة بساحل حضرموت ضمن برنامج التأهيل تنفذه دولة الإمارات. محافظ حضرموت يكرم التواجر المتقاعدة لقطاع التعليم الفني ويؤكد الاتجاه صوب دعم قطاع التعليم الفني. السلطة المحلية بالوادي والصحراء تتفقد الأوضاع الخدمية والأمنية وسير مشاريع التنمية في مدينة نيسا. وصلنا وإياكم لختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.